ضمن مساعيها لإنجاح الاستحقاق الانتخابي، نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جلسة حوارية بعنوان التوعية الانتخابية في مرحلة تسجيل الناخبين واستشراف المرحلة القادمة. الجلسة التي أقيمت بطرابلس حضرها عدد من أعضاء المفوضية ومسؤوليها إلى جانب مجموعة من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام، وتناولت سبل خلق مسارات تواصل فعالة بين المفوضية ووسائل الإعلام لدورها في تغطية الحملات الانتخابية وتوعية الناخبين. احنا اليوم في احد الأنشطة التوعوية التي تقوم بها الإدارة والمفوضية، وهو التواصل مع الإعلاميين بحوارية محورها هو ما قامت به المفوضية خلال مرحلة تسجيل الناخبين واستشراف المستقبل. هذه الحوارية يقصد منها دراسة الحملة التوعوية السابقة لمعرفة ما هي ربما نقول عنها القصور من جانبنا ومن جانب الإعلام، وتبادل المعلومات بين وبين وسائل الإعلام حتى نتلافاها إن شاء الله. جهود مكثفة تبذلها مفوضية الانتخابات استعدادا للبدء في توزيع بطاقات الناخبين بمراكز الاقتراع التي تم التسجيل فيها. سيكون لدينا مرحلة لتوزيع بطاقة الناخب، وهي مرحلة مهمة جدا لا تقل عن أهمية عن مرحلة الاقتراع، حيث أن الناخب لن يستطيع أن يقترع ما لم يستلم بطاقته الانتخابية، وطبعا توجد فيها مجموعة رسائل من ضمنها لن يتم استلام البطاقة إلا من الناخب نفسه، وبالتالي هذه الأشياء يجب أن نعطوا المعلومة بها للناخب حتى يكون على جاهزية تامة عند الإعلان عن فتح مراكزنا 1906 المنتشرة في كل ليبيا إن شاء الله. وإلى حين الوصول إلى موعد الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر، تسعى المفوضية إلى تدريب 36 ألفاً من موظفي مكاتب الاقتراع.